لله انا الحمد لله بصحه جيده دابا، والعمليه كانت ناجحه بزاف، وكنشكر ربي على هاد النعمه اللي عطاني. كنشكر بزاف الفنانين اللي سولوا فيا والفنانين اللي جاوا شافوني، وسواء اللي اتصلوا ولا اللي صيفطوا في الانستغرام، ولا كنشكرهم بزاف حيت فريمون حسيت بهم قرابين ليلي. وما كتعرف صاحبك حتى كتطيح في شي محنه ولا كتكون في شي شده، وانا فرحانه بزاف حيت بزاف ديال الناس كيبغوني، وحتى انا كنبغيهم بزاف. ماشي انا اللي طلعت الاشاعه انا سمعتها بحالي بحال اي وحده، وهذه كتبقى فقط مجرد اشاعه، يعني ماشي الاشاعات كاملين كيتصدقوا، ولا كانت شي حاجه راه غنقولوها حنا بلساننا، ماشي ضروري ان نخليو الناس يقولوها بلاصتنا. كنبغي نقول الامل صقر ومسلم مبروك على الزواج، وهاد الحب ما غيفهمو غير الانسان اللي مجرب الحب ومضحي. فانا كنقول لهم مبروك، وكنتمنى الخير لاي واحد، لا طالما هي في الحلال مبروك عليهم.